بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، أخباركم إن شاء الله طيبين. فيديو اليوم حنا وصلنا مع بعض إلى 25,000 مشترك، الشكر لله ثم الشكر لكم موصول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا شاهدين ليلة علي إن شاء الله يوم الدين. قبل ما نبدأ يا حبيباتي، أول حاجة وزي ما تعودنا، تعالوا خلونا نصلي على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مدبرة المنزل، جيبي الأشياء اللي أنت تحتاجينها بالطبخ بدون مبالغة. يعني البعض إذا راحت للسوبر ماركت أو المحل قشت كل حاجة باعتقادها منها أنها تحتاجها بالشهر. هذا الكلام غير صحيح. أنت تعرفين وش تطبخين، وأنت تعرفين وش الأكلات اللي يحبها زوجك، وش الأكلات اللي يحبونها عيالك، إيش الأشياء اللي يرغبونها، اللي كلوه الشهر اللي فات ما في داعي تكررين الشهر هذا علشان ما يملونه. دائما جددي لهم بالمطبخ، مو معنى جددي لهم معناه ملي السفرة من أولها لآخرها. ابتكري أطباق خفيفة، أطباق حلوة، أطباق فيها فايدة. خصوصا مطبخنا السعودي مليان بالطبخات الحلوة والخفيفة، فيك تشكلين منها، من المطبخ السوري، من المطبخ الأردني، من المطبخ الفلسطيني، من المطبخ المغربي. شكلي كذا طبخة بدون ما تركزين على نوع واحد من الطبخ يصير ممل. وعندنا هنا بالسعودية احنا غالبا الكبسات معروفة، يعني الرجال أغلب الرجال يحبون الكبسات الظهر، فما في داعي تشكلين دائما نفس، يعني تشكلين أنواع كثيرة وانتي عارفة انك تجيبين كل مرة نفس الأنواع هذه، ومع هذا قليل انها تنوكل. فلا تجيبين اصناف وتجيبين اشياء تدرين انه عائلتك ما لهم قبول عليها، فانت كذا تخسرين من المادة، وبرضو كمان تكبين النعمة بالزبالة. انا بعطيكم معلومة دينية، بما ان فتحنا النقاش، تدرون ليش الاغنياء يتأخرون بالحساب يوم القيامة، وليش الفقراء اول من يحاسبون؟ لان الفقراء ما عندهم فلوس يحاسبون عليها، اما الاغنياء يحاسبون على كل ريال، ويحاسبون على كل لقمة اكل كانت في بيتهم وكبوها أو رموها وما تصرفوا فيها. اللحمة عندي أنا أجيب الهبر خلاص، وأجيب المفروم أجيبها جاهزة اللي هي الشماغ، طبعا معروفة وحلوة، وأجيب الهبر هذه أجيبها حق 3 شهور. يعني المفرومة اللي هي الشماغ أجيب بالشهر 3 مرات أو 4 مرات، ومو دائم أطبخها لأني أقسمها بالنص، كثيرة علينا كاملة فأقطعها من النص. أما الهبر أجيب حق 3 شهور وأقطعها على قدر الإمكان، بحيث أني يعني كل فترة أطلع وأطبخ. ولما أطبخ مثلا بسوي كبسة، ما ركز أني اللي يكون على الرز كله لحم، لا، أحط معه قرع، أسوي جنبه إدام. مثلا سويت كبسة لحم أسوي جنبه إدام قرع، أحط كوسة على الوجه، وهكذا فأتفنن بالطبخة عشان برضو عائلتي تستفيد من القيمة الغذائية، وكمان أنا ما أكب ولا فتفوتة بالزبالة، كله ينوكل وبنفس الوقت يكون له شهوة. يعني لو أطبخ كل يوم لحم لحم لحم، دجاج دجاج دجاج، حتى أهل البيت يملون من الطبخة، يبغون تشكلي لهم. الدجاج عندي أنا أجيب المفروم حبتين خلاص، اللي هم الأسطوانيات أجيب 2 بالشهر، وأجيب دجاج كامل ما هو مقطع بس يكون مخلي من الأعضاء من جوا، أجيب 3 حبات، وأجيب كيس دجاج فيليه اللي هو ما في عظم. أوقات يجي الشهر الثاني ولسه باقي عندي، لأني زي ما قلت لكم اعتمادي كل يوم مو على نفس الطبخة. أنا شكل اليوم كبسة، وأكلات البرغل لا تعد ولا تحصى، بكرة برغل على بطاطا مع سلطة، اللي بعده مثلا محاشي، اللي بعده صينية بطاطا بالفرن مع تبولة، اللي بعده صينية خضار، وهكذا. أنا من النوع اللي أشكل، ماني من النوع اللي يوميا على نفس الطبخة، لا، يعني مرة أركز على اللحوم، مرة على الدجاج، مرة على الأسماك، مرة على الخضار، وهكذا. ماني من النوع اللي كل يوم أعيد وأزيد بنفس الطبخة، لأن بيتي مل، بنتي تمل، زوجي مل، وأنا مل، فأحب دائما أنه أبتكر. البحريات 4 مرات بالأسبوع، يعني ممكن اليوم صيادية كنعد، الأسبوع اللي بعده روبيان مقلي، وهكذا. أهم شيء أنه أطبخ
البحريات مرة واحدة بالأسبوع عندي، هذا نظامي. عاد على حسب نوع الطبخة اللي أطبخها، وأشكل مرة سمك وأشكل بأنواع السمك، مرة روبيان وأشكل بأربع أنواع الروبيان، وهكذا يعني أنوع بأنواع البحريات. أكثر حاجة تستهلك البيت هي مقاضي الحلة. إذا بغيت تجيبين أو اشتهوا عيالك حلة، جيبي لهم الكيك. الكيك مرة حلو ورخيص وطيب بنفس الوقت والكل يحبه. شوفوا شركة دريم المصرية بثلاجة النخبة بالمرة حلوة، أنا أجيب بالفانيلا وأتفنن. عادة أحط معها فراولة، أحط معها برتقال، أحط معها كريمة كاكاو، يعني أوقات أشكل. أما الشوكولاتات والحلويات اللي تشوفونها أنتم، هذه اللي أنا سارة ما تأكل منها، أوقات أجيب كوكيز علشان بنتي، كوكيز اللي بالشوفان اللي والدايجستيف، يعني أوقات أشكلها. برضو الحلا بنتي أعطيها دائما فواكه إذا اشتهت الحلا. قليل جدا أجيب لها الحلا، هذا اللي لو تلاحظون بالتصوير اللي أصور، قليل أجيب بالمقاضي حلا لسارة، قليل جدا. وإذا أعطيتها أعطيها شوية ما كثر لها. اعتمادي غالبا على الفواكه أو الشوفان اللي بالدايجستيف، البسكوت وهكذا أو الكيك. وأوقات أسوي كريم كراميل مهلبية جلي وكذا يعني. أول حاجة بتكلم عليها موضوع الفواكه. أنا عندي الفواكه أجيبها 4 مرات بالأسبوع، بالشهر عفوا، يعني بالأسبوع أجيب مرة بس، ما أجيب كميات كبيرة. يعني أجيب مثلا 0.5 كيلو تفاح، كيلو عنب، خلاص ناكله. ما أجيب الفاكهة وأرميها عندي على الطاولة وكل من يجي يلقط ويسحب. مرة ألقى نص تفاح مجروشة، مرة ألقى نص حبة موز مأكولة، مرة ألقى يوسف أفندي مقشر ما حد كلاه. لا، أجيب على قدنا، ولما أنا أحطه ما أرميه على الطاولة. خلاص أنا أبغى أجيب فواكه لزوجي وبنتي، أغسله وأقعد، أنا أقطع بإيدي وأحط لهم بالصحن. ألقى الكمية اللي جبتها انوكلت، خلاص خلصت الكمية اللي عندي أروح أجيبها. طبعا ليش أجيب الفواكه باستمرار؟ لأن عندي طفلة بمرحلة نمو، فأنا أجيبها. صراحة الفواكه مرغوبة بالصيف أكثر من الشتاء، يعني أحس الشتاء المشروبات تميلها أكثر، بس أنا أجيبها عشان بنتي بمرحلة نمو. وسارة عندي ما شاء الله تبارك الرحمن من عشاق التفاح، يعني تحب التفاح، فدائما أوفره في بيتي. أما بالنسبة لموضوع الخضار، زي ما شفتوا ممكن البعض يستغرب، أوف ثلاجة أم سارة فاضية ما فيها شيء، إيش تطبخ طيب؟ أنا علمتكم أني أنا بالمواسم أجيب الخضرة وقت ينزل سعرها، أجيبها أقطعها أضبطها وأفرزنها. خلاص لما تجي مقاضي الشهر اللي ابغى اقضه، اجيب صناديق مره صغيره. مثلا ابغى اسوي سلطه، مثلا ابغى اسوي محاشي، يكون عندي خضره طازجه استخدمها. لكن عندي الفريزر مليان، يعني انت شفتوا الثلاجه عندي فاضيه بس ما شاء الله فريزري مليان. كذا انا كليت القيمه الغذائيه وقعدت معي لاخر الشهر، وبنفس الوقت انا ما بذرت بالنعمه وكبيتها. الحين بتكلم على المقاضي بشكل عام. أنا إذا رحت أخذ بالعروف، يعني أخذ مثلا 6 علب قشطة، أخذ مكعب زبدة كبير أنا قصصه وحطه بسلوفان وحطه بالفريزر، أجيب جبن موزاريلا مكعب كبير أنا أبرشه وحطه بأكياس وحطه بالفريزر. كمان أجيب مثلا زي ما قلت 6 علب قشطة، 4 علب تونة، 4 علب فول. وغالبا انا عندي بالبيت اسلق الفول واكيسه واحطه بالفريزر، الحمص اسلقه واحطه بالفريزر، الفول المجروش اسلقه واحطه بالفريزر، وهكذا. يعني احط عندي طبخات كثيره عندي بالبيت بالفريزر، عشان كل ما بغيت شيء طلعت. انا هذا نظامي اللي ماشي عليه لاخر الشهر. يعني خلاص جان 3/4 الشهر ما اروح اتقضى، لا اطلع من اللي انا حاطته بالفريزر واطبخ، فانا كذا وفرت. يعني زوجي يعطيني المصروف حق البيت، أوقات يزيد 600-700 ريال من المصروف، هذا فايض أنا أجمعه عندي مع اللي أنا قاعدة أجمعه. فقد ما أنا كنت ذكية بمصاريف بيتي، ما أقلل من القيمة الغذائية، أشبع عيلتي، أعطيهم القيمة الغذائية اللي بالأكل، بس بدون إسراف، بدون تبذير. الفكرة إنه أنت ما تبذرين، ما تجيبين وترمين من الأكل، ترمين ترمين ترمين، وآخر الشهر يلا للزبالة، وبعدين أرجع تقضوا مرة ثانية. ثاني شيء، اعتمادي على المطاعم أو الوجبات السريعة مو دايم، قليل جدا. ممكن بالشهر نجيب 3 مرات بالشهر كامل، فمو دايم إحنا نعتمد على الوجبات السريعة. وغالبا أجيب وجبات سريعة إذا كان زوجي معزوم، يعني ما لي خلق أطبخ أجيب.
لكن زوجي موجود قليل جدا نجيب وجبات سريعة، أعتمد على اللي موجود عندي بالبيت. العشاء غالبا حواضر، مقدوس، زيتون، جبنة، زبدة الفول السوداني، وهكذا مع كوب شاي. يا سلام، يعني شيء ولا أروع ولا أطعم. أما الغداء أتفنن بالغداء، والفطور كذلك أتفنن من الموجود. فالتبذير لا رب العالمين يرضاه، ولا حنا كمسلمين أنه حنا نبذر ونرمي الأكل. دائما تذكروا أخوانكم بالمجاعات، أخوانكم بالملاجئ، أطفال يحتاجون يأكلون، أسر مساكين. دائما انظري للناس اللي أقل منك، لا تنظرين للي أعلى منك، وقدري النعمة اللي بين إيديكي وحمدي الله عليها. في ناس والله العظيم ما هم لاقين يأكلون، فكل ريال تكبينه بالزبالة وأكل ترمينه بالزبالة بيسألك الله سبحانه وتعالى عنه. حاجة كمان بتكلم عليها، إذا كان عندك فايض من الخبز، أنا مرمي صراحة التوست، أقطعه أحطه ورا الباب عندي بكيس، وقت بسوي شوربة عدس أقليه وأحطه على الوجه، وبإذن الله تعالى نزلك طريقة شوربة ماما بالمرة اللذيذة تتسوى بخبز التوست المقلي. أو أوقات الخبز العادي أقصصه وأحطه، أسوي فيه كشك، أسوي فيه فتوش، يعني أحتاجه بكذا طبخة ما أرمي نهائيا. أما بالنسبة أوقات حتى لو زاد عندي فواكه وحسيت أنها خلاص بدأت تذبل ما حد عاد له رغبة فيها، أقصصها وأسوي معها عصير برتقال ويأكلونها سلطة فواكه. كذا أنا ما كبيت ولا حاجة بالزبالة. برضو ممكن تفرزنينها، تسوي منها عصيرات، تسوي منها سموذي، وهكذا. يعني أنت كأم وكمدبرة منزل تحاولين قدر الإمكان أنك ما تكبين النعمة بالزبالة. أما بالنسبة لصابون الملابس، أنا سويت معكم الخلطة حقتي، تقعد عندي ما يقارب 6 شهور أنا ما أجيب صابون البيت نهائيا. الرز أجيب كيس كبير، السكر أجيب كيس كبير، صراحة يقعد عندي فترات طويلة ما نجيب. يعني كذا أنا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. قبل ما أختم حابة أوريكم أنه أنا أكل باليمين وأكتب باليمين، لأني هالمرة مصورة بالكاميرا الخلفية، ماني مصورة بالكاميرا الأمامية زي كل مرة. فأنا أكتب باليمين وأكل باليمين، ماني عصراوية نهائيا، ولو كنت عصراوية راح أقول أنا عصراوية، يعني ليش أكذب عليكم. بالنسبة للدفتر الجميل هذا اللي سألتوني عنه، كل ما خلصت ورقة شعطتها كذا، الدفتر خذيته من جرير في مغناطيس من ورا يلزق على الثلاجة، قيمته ما يقارب 13 ريال. كذا يا حبيبات قلبي أكون وصلت لنهاية الفيديو. أتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بموضوع الميزانية هذا. أشوفكم على خير بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.